السلام عليكم ورحمة الله. تجور معكم محلات أبو هند، تجور بالعروض تاع السولد. محلات وانا كما تعرفوا في ولاية سطيف فوق المرشي تاع الساعة، فطلع تاع مي 14 وفي عين رنات. جيناكم بافير مليحة تاع 80,000 في القرونطاي، وفيها حزامة من الداخل ستيل تونسي غير ب 80,000. تابعونا الفيديو حتى الاخر، ثاني راهي كاينه افير موراها هايله. هذو لي موديل تاع 80 راهم عراض، وفيهم قداش من رشمه في الكتان، يعني فيه قداه ديزاين. هذو لي موديل كامل ب 80,000. ثاني كاين هذا تاع لي بوش، ثاني راه ب 80,000. السلعة هذه كامل راهي متواجدة في جميع محلات تاعنا. ثاني الديكوتي هذا تاع 80، ثاني راه كاين، مرحبا بكم عندنا. عندنا لي موديل هذو راه دخلناهم جدد، راهم غير ب 150,000. هذو لي موديل راهم ب 150,000. هذو لي موديل ب 150,000. وعندنا لي موديل هذو ب 160، الاولى ب 150 وهذو ب 160,000. صواري ثاني راه بقى غير القصيرة، راهي ب 150,000. مرحبا بكم عندنا محلات أبو هند، تجور بجديد.